احنا انا عن نفسي طلعت لعبت وانا عندي 18 سنه لعبت معاهم، ما عدتش ماتش احتياطي بسببهم يعني، لو تشجيع وكان هو وكابتن اسيسه وكابتن التونسي وكابتن شاذلي وكابتن مصطفى الرياض، يعني مجموعه كبيره الحمد لله. كانت فرقه بتحب بعض، كان في نتائج، كان في شغل، كان في كل حاجه. وفي رايي انا من احسن ليبرو جه في مصر الكابتن رافت مكي، يعني اللي عمل حاجات ليبرو دي كابتن رافت مكي، مهاره من ورا بيشتغل كل شيء جميل فيه، وربنا يحفظه ويخليه لينا. هو لاعب مهاري جدا، حتى لما كان ورا ليبرو لازم ما يمسكش كره شتتها ولا لا، يمسك الكوره ويلف ويدي كره، لازم يديها الباص لواحد، وعنده غيره جامده على الفرقه. وطبعا الغيره دي ساعات بتقلب شويه. انا عاشرته هنا وعاشرته في الامارات، شخصيه جميله وبيحب زمايله، ولو شاف اي موقف شخص تعبان من غير ما الشخص ده يعرف بيتكلم مع الناس ويحاول يساعد. شخصيه جميله وربنا يديله الصحه. ابرز المواقف ممكن بقى نسال الكابتن مصطفى عبده فيها دي. كنا بنلعب الاهلي، وطبعا الكابتن اسيس حكى جاي بيرقص ابراهيم عبد الصمد، وابراهيم عبد الصمد بيرقص اي حد، عدى منه وشاطها جت في الشبكه من بره، فحسن علي نام على اساس ان الكره دخلت الجون، وحسن علي انا عارف انها بره. جه الكابتن رافض قام ضرب عباس بالبوكس، وجه الكابتن شاذلي طبعا اتنرفز على الكابتن رافض، وعدى الموقف. يلعب ده كله حب في الفرقه يعني، لا يستاهل اكتر من كده فعلا يعني. يعني مسك اسوان صعدهم، يعني مسك كذا فرق كبيره مسكها، لكن برضه ما خدش حقه يعني. اقل شيء كان ممكن يمسك منتخب من المنتخبات. اقول له ربنا يديك الصحه ويخليك عالم من اعلام نادي ترسانه، وربنا يحفظك. ربنا يخليك يا مصطفى. هتقول ايه للكابتن مصطفى طه؟ اقول للكابتن مصطفى طه يعني كان جميل في نص الملعب ولعيب حريف، يعني ما يقلش عن اي حد بصراحه منتهى الامانه، بس هو عملها بدري وسافر يعني كان احسن له يعني، لان الجيل بيقول لك اللعيبه كمان كانت بتغير على فريقها في الملعب. لا 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 كان جيل جميل، وكان مصطفى لعيب في نص الملعب هايل صراحه يعني.